تعرف كيف مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ مرض أيامه الأخيرة فاشتد مرضه، فمرض في بيت عائشة حبيبته رضي الله عنها. تقول عائشة: كنا أحيانا نسكب عليه 7 قرب من الماء، وكانت حرارته قد ارتفعت. فقال الصحابة له: يا رسول الله، يعني مرضك شديد لا كما يمرض أحدنا؟ قال: نعم أمرض لا كما يمرض الناس، نعم مرضه أشد من الناس. حتى دخلت عليه فاطمة فبكت وقالت: وكرب أبتاه، وكرب أبتاه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم. خلاص، هذه اللحظات الأخيرة في آخر الأيام، آخر أيام حياته عليه الصلاة والسلام، أمره ربه أن يخرج إلى المقبرة فيستغفر للمؤمنين. فخرج إلى الغرقد، بقيع الغرقد، فجلس وخذ يستغفر لهم. فجاءه أحد الصحابة فنظر إليه في الليل فقال له: يا فلان، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه، قال: إن الله عز وجل خيرني بين الدنيا وبين ما عنده، فاخترت ما عند الله. قال الصحابي رضي الله عنه: قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر الخلد في الدنيا والملك. قال: بل اخترت ما عند الله، اخترت لقاء ربي. وآخر أيامه قام على المنبر خطيبا فقال: أيها الناس، إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا وزهرة الحياة الدنيا والملك وبين لقاء ربه، فاختار العبد ما عند الله. ما قال من العبد. فإذا في الصحابة رجل يبكي وانفجر بالبكاء، فنظر الصحابة: من هذا الرجل الذي يبكي؟ إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. علم أن المخير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذ يبكي وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. فاشتد مرضه عليه الصلاة والسلام، وجلس في بيت عائشة يمرض يوم بعد يوم، يقوم إلى الصلاة متثاقلا، يصلي بالناس فيرجع، يصلي متثاقلا ثم يرجع. تقول عائشة: آخر حياته كان يصلي جالسا مما حطمه الناس. حتى جاء اليوم فجاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر، قال: يا رسول الله، صلاة الفجر. قال: يا بلال، مر أبا بكر فليصلي بالناس. خلاص، لا أستطيع بعد اليوم أن أصلي بكم، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف حزين يبكي ما يتحمل الصلاة. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فجاء بلال قال: يا أبا بكر، إن الرسول يأمرك أن تصلي بالناس. من؟ أنا أصلي بالناس؟ نعم إنه أبو بكر، لكن فرق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بأبي بكر يقيم بلال بالصلاة وأبو بكر يتقدم. تخيل الآن وضع الصحابة، أول مرة ربما تقام الصلاة ويفتقدون إمامهم، قائدهم، نبيهم، حبيبهم، يلتفتون: أين هو؟ لم يخرج. من تقدم؟ إنه أبو بكر. وضع صعب لأبي بكر رضي الله عنه. كبر أبو بكر في الصلاة وكبر الصحابة، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من مجلسه فيكشف الستار. أي ستار؟ بينه وبين المسجد ستار، غرفته عند المسجد. فكشف الستار ونظر، الصحابة كأن الصفوف قد اختلت، ظنوا أن النبي سوف يخرج عليه الصلاة والسلام، لكنه نظر إليهم وابتسم وفرح وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر، لا يرضون إلا بأبي بكر رضي الله عنه. ومر يوم ويومان وثلاث، واشتد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي في بيته، وتأتي عائشة وتجلس عنده، فيدخل عليهم من؟
يدخل عليهم عبد الرحمن. شوف الأنفاس الأخيرة لمن؟ لحبيبنا عليه الصلاة والسلام. والصحابة ينتظرون شفاءه، ينتظرون خروجه، ينتظرون حبيبهم يصلي بهم. ويدخل عبد الرحمن على عائشة، فنظر النبي إليه فقالت عائشة: كأنك تريد السواك يا رسول الله، كان عبد الرحمن يتسوك. قال: نعم. أشار إليها أن نعم، فأخذت عائشة السواك ورطبته بريقها فأعطته النبي يتسوك في اللحظات الأخيرة وفي الأنفاس الأخيرة. فتسوك النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: فوضعت رأسه بين سحري ونحري في حضنها. انظر لما يشتد الألم، أي حضن أفضل من حضن عائشة؟ أي مكان عند النبي اختاره إلا حضن عائشة؟ فوضع رأسه بين سحرها ونحرها، ثم أخذ يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا قبري عيدا، ألا لا تتخذوا قبري عيدا. وأخذ يقول وصاياه الأخيرة: الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة، الصلاة، وما ملكت أيمانكم. ثم أخذ ينظر إلى السماء. تقول عائشة: فإذا به يقول، كأنه يخاطب أحدا، بل الرفيق الأعلى، كأنه يخير، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تقول عائشة: وما هي إلا لحظات. فغمض النبي عليه الصلاة والسلام عيناه أو عينيه: يا أيتها النفس، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.